كالعاده خلينا نروح للمتالق امير هشام ويقول لنا من ملعب التدريب طبعا، ويقول لنا بقى ماذا يحدث في بعثه النادي الاهلي، او ماذا حدث في بعثه النادي الاهلي اليوم. يا امير يعني مشرفنا ومنورنا، سعداء جدا الحقيقه بوجودك معانا، وايه اللي حصل النهارده بقى احكي لنا. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، معاك طبعا حبيب. وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني دايما الاهلي بيستعد خلال المونديال، استعدادات قويه جدا. لا خد نفسك، احنا لسه الماتش بعد بكره. استعدادات مختلفه. انا عارف، انا حاسس ان احنا مختلفة كلنا كده بكل تاكيد يا كابتن اسلام. ماتش صعب جدا طبعا، ماتش هيكون قوي، ماتش بيحصل مره في العمر تقريبا ان انت تلعب مواجهه مع بطل اوروبا رسميه معتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم، فانت هتحاول تعمل كل اللي عليك وهتحاول ان انت تشرف الكره المصريه والافريقيه، والاهلي قادر على كده فعلا، لان احنا فريق كبير وفريق عنده تاريخ عظيم جدا، اكبر فريق وبطل القرن في افريقيا في كل الاحوال يعني. فنتمنى الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، لكن في كل الاحوال يا كابتن اسلام الامور ماشيه بشكل ايجابي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده كانت بدايه الاستعداد لمباراه البايرن، امبارح كانت كلها عباره عن تدريبات استشفائيه، فما كانش حتى في اي كلام خالص على مباراه البايرن غير من خلال متابعه مباراتهم مع هيرتا برلين في الدوري الالماني، واللي خلصت بفوز بايرن 1-0 هدف لكينجزلي كومان، طبعا احد نجوم الفرقه واحد اسرع اللاعبين في فريق البايرن في الحقيقه، ولاعب خطر جدا، وكلهم في الحقيقه لعيبه جامده قوي يعني. في كل الاحوال النهارده البدايه للاستعداد لهذه المباراه من خلال محاضره كانت قبل المباراه، ومحاضرة تقريبا قعدت 30 دقيقة بالظبط من خلال مستر بيتسو موسيماني للاعبين، واتكلم عن المباراة بكل تأكيد، واكيد كان ليه كمان بعض يعني التعديلات او بعض التعليمات الخاصة بكيفية مواجهة بايرن ميونخ. لكن انا اللي كان يهمني بصراحة قوي مران النهاردة، كنت عايز اعرف مستر بيتسو موسيماني بيفكر في ايه، ايه اللي بيدور في ذهنه بخصوص هذه المباراة، هيتعامل ازاي مع فرقة البايرن. في الحقيقة الامور ما ظهرتش بشكل كبير او في التدريبات، يعني المران ابتدى بمربعات بين اللاعبين، تدريبات كره بشكل خفيف، وبعد كده في هذه اللحظات وانا بتكلم معاك يا كابتن اسلام في بعض الجوانب التكتيكيه، وواضح ان مستر بيتسو عايز يحفظ اللاعبين حاجه معينه. يعني عمال يوقف التمرين، مش هتقول لنا طبعا ايه الحاجه المعينه دي، مصغره كده بيوقف والله اعلم مش هينفع، لكن في كل الاحوال هو بيحاول يحفظ اللاعبين، بيحاول يحافظ اللاعبين حاجه معينه عايز ينفذها. يعني انا شايفهم قبل ما اطلع معاك على الهواء مباشره شغالين في الاتجاه ده في الحقيقه، وطبعا مستر بيتسو موسيماني مركز على الجزئيه دي تحديدا وبيعيدها اكتر من مره، هنشوف ايه اللي هيحصل. لكن المؤكد يا كابتن اسلام، المؤكد بنسبه كبيره جدا ان هيكون في مفاجات في تشكيل النادي الاهلي في مباراه البايرن، وده امر هيكون طبيعي ان انت تلاقي مفاجات، لان انت هتقابل فرقه مختلفه عن اي فرقه انت قابلتها قبل كده على مدار الفترات في العالم. اللي فاتت كلها. انت ما بتلعبش البايرن ماتش ودي بالظبط، انت بتلعبه ماتش رسمي احسن فريق في العالم، بتلعب في نصف نهائي كاس العالم للانديه، فبالتالي انت عندك دوافع بالمناسبه وعندك احلام وطموح هتحاول تحققه من خلال هذه المباراه. الاهلي يقدر في كل الاحوال، لكن ان شاء الله يعني الاهلي يكون موفق والاستعدادات ماشيه بشكل جيد جدا. النهارده المران، بكره هيكون المران الاخير، لكن قبل المران بكره كمان هيكون في بعض الامور، وجدول الاهلي مزدحم جدا بكره في الحقيقه كابتن اسلام، بدايه من الصبح والاجتماع الفني الخاص بالمباراه هيكون الساعه 10 الصبح، بعديه مباشره هيتم التوجه لاستاد احمد بن علي اللي هو استاد الريان اللي هيستضيف هذه المباراه، هيكون في هناك المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني والخاص بهذه المباراه، وكمان هيكون مع محمد الشناوي، وبعد كده هيكون في تفقد للملعب من الجهاز الفني ككل زي ما حصل في استاد المدينه التعليميه. بس برضه ما فيش تمرين هناك يا دحيل، بعد كده هيكون لا يعني انت قلت لنا قبل كده ان كده كده خلاص الملعب اللي ورانا ده مفيش تمرين هناك، هو الجهاز الفني بس هيتفقد الملعب زي ما حصل قبل مباراه الدحيل في استاد المدينه التعليميه. الملعب هيكون في الحقيقه مميز جدا، ملعب احمد بن علي. بعد كده هيكون في محاضره بقى مهمه قوي مستر بيتسو موسيماني بكره، محاضره هيتكلم فيها على بعض النقاط الطبيعيه اللي هيشوف على حسب استراتيجيته في مباراه البايرن هيعمل ايه، هيشتغل ازاي، وهيبقى اخر مران بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه البايرن بكره. الامور ماشيه بشكل جيد جدا، كابتن محمود الخطيب متابع كل حاجه
حاجه لحظه بلحظه في الحقيقه، متواجد النهارده في المران، يعني بيشوف كل العقبات اللي قدام الفريق، بيحاول ان هو يتعامل معاها، احاديث دايما مستمره مع اللاعبين، مش على يعني شكل فردي او حاجه، لكن ده كان حصل تحديد بعد الانتهاء من مباراه الدحيل والاقبال على مباراه البايرن. ودور الكابتن في الحقيقه مهم جدا في رحله مهمه زي دي، بما انه طبعا اسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه ورئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هنا في المونديال. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه يا كابتن اسلام. عايز اطمن بس جمهور النادي الاهلي برضو بالمره، كل اللاعبين 100 100 ما شاء الله، ما فيش اي مشكله خالص لا طبيه ولا اي حاجه خالص، كل جاهز وكل سليم والكل متاح لمستر بيتسو موسيماني. ايوه هي دي كانت نقطه مهمه جدا، هيعمل ايه، هيشتغل ازاي في هذه المباراه بالظبط. دي بقى يعني الكل متاح دلوقتي خلاص يا امين، ميزه ان الكل يبقى متاح، ميزه ان الكل يبقى متاح لمستر بيتسو موسيماني، لكن طبعا ده امر يخصه هو بقى يختار مين اللي هيلعب ولا حاجه. النهارده كان في كدمه بسيطه للجونيور اجاييه خلال التدريبات، لكن بسرعه قدر ان هو يكمل المران، كدمه كانت في الكاحل لكن بسيطه ما عطلتوش يعني، وهيشتغل او بيشتغل في هذه اللحظات مع الفرقه بشكل طبيعي جدا يا كابتن اسلام. النهارده بعد الرجوع من او بعد انتهاء التدريب، رجوع على مقر البعثه وعشاء وخلاص، ولا ايه اللي هيحصل، ولا ممكن يبقى فيه محاضره فيديو ولا ايه؟ لا النهارده هيرجعوا، هيبقى فيه العشاء على طول، وبعد كده خلاص اليوم انتهى بالنسبه للفريق. تمام. المحاضره كانت خلاص قبل المران يعني، الا لو مستر بيتسو موسيماني يعني بعد المران النهارده في بعض الملاحظات اللي هو عايز يحفظها للاعبين بشكل اكبر، بخلاف الحفظ اللي بيحصل في الملعب يعني، لكن ممكن اللي انت مش هتقول لنا عليه مختلف، عايز يعني ممكن يكون ليه رؤيه مختلفه، عايز يحفظها للاعبين مثلا من خلال الفيديوهات لقطات لفريق البايرن. بس بصراحه كانت اسلام الكل يعني حافظ طبعاً فرقه البايرن، يعني احنا كده كده بنتابعها، لكن يعني انت المره دي هتتابعها عشان هتلاعبها مباراه رسميه. الناس دي كنا بنتفرج عليها في التلفزيون، دلوقتي هنلاعبهم بالظبط كده، وهنشوفهم في الملعب وكلام من ده. لكن في كل الاحوال يعني ان شاء الله عندنا رجاله لعيبه ابطال، عارفين ان هم بيلعبوا باسم نادي كبير جدا، اسمه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يقدر على اي شيء بعد توفيق المولى عز وجل في كل الاحوال. طبعا هتحاول وهتعمل اللي عليك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك في الماتش ده، تبقى حاجه كبيره قوي بصراحه، ويبقى انجاز اكثر من رائع. وللاهلي وصل له لحد دلوقتي يا كابتن اسلام، خلينا نتفق ان هو انجاز كبير بالنسبه للنادي الاهلي يعني. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا امير، ومتالق دائما الحقيقه، ورسالتك بتبقى رساله واضحه الحقيقه للجميع، وكل شيء عن بعثه النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا.